يشارك معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في الاجتماع العاشر لرؤساء مجلس الشورى والنواب الوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين يوم غد. ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من الملفات التي تصب في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك من جهة، وأخرى تتعلق بملف مواجهة الإرهاب وبموقف الدول الخليجية الرافض لقانون جاستا والذي أقره الكونغرس الأمريكي مؤخرا. يأتي هذا الاجتماع بناء على قرار من أصحاب السمو والجلالة رؤساء دول مجلس التعاون بمشاركة السلطة التشريعية في القرار السياسي، وأعتقد بأن هذا الاجتماع سيكون حافلا بالمواضيع ذات الاهتمام المشترك. من أهم هذه المواضيع طبعا راح نبحث التعاون المشترك ما بين مجالس دول مجلس التعاون، المجالس التشريعية، والتعاون في المجالات ذات الاختصاص. الموضوع الثاني هو المواضيع المطروحة على الساحة، مثل موضوع الجاستا اللي صدر فيه قانون أمريكي واللي نعتقده هذا في انتهاك إلى المواثيق والمعاهدات الدولية وتدخل في شؤون الدول الداخلية، كما أن هناك أيضا بعض المواضيع التي نعتقد أنها هي ضروري أن تطرح بهذا الاجتماع، مثل موضوع الإرهاب وغيرها من المواضيع التي تقض مضاجع العالم وليس فقط المنطقة. موضوع جاست القانون الذي صدر في أمريكا تأثيره على المنطقة وعلى سائر الدول العالم تأثير كبير، ليس في نتائجه الجزئية التي تقع على الأفراد أو على الدول، وإنما في المبدأ أن دولة تتدخل في سيادة دولة أخرى وتحاكم أفراد أو دول وهي في بلدها، هذا يعني يحدث خلل في العالم بشكل عام. ومسيرة الدول كلها منذ يعني بدأ التنظيم، منذ بدأت الحياة المدنية، ترفض هذا التوجه. فمن اجتماعاتنا في اجتماعاتنا هذه سنبحث هذا الجانب، ونبحث التعامل مع هذا الموضوع بعقل متقد وبأسلوب نظامي وقانوني وبعمل مؤسسي. وأرجو إن شاء الله لهذا اللقاء في تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك وبقية قادتنا في مجلس التعاون أن نحظى بالتوفيق بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لنا جميعا، وأن نرضي أبناء منطقتنا الذين نحن نتشرف بأن نعمل لمصلحتهم. أهمية انعقاد اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يأتي في ظل الظروف أيضا المحيطة على التوافق على أجندات مشتركة نعمل بها دائما في المحافل الدولية وعلى المستوى الإقليمي، ونناقش فيها إن شاء الله الأوضاع الأمنية وكذلك الأوضاع السياسية، وأيضا بعد الخروج بمقترحات وتوصيات مشتركة للعمل كأجندات عمل. هذا الاجتماع الهام الذي يعد من أهم روافد العمل الخليجي المشترك لما تحقق من خلال الاجتماعات السابقة من نتائج إيجابية وإنجازات جديرة بالإبراز والمتابعة في العمل الخليجي المشترك. وللحديث عن الاجتماع العاشر لرؤساء مجلس الشورى والنواب الوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سوف يعقد يوم غد، ينضم إلينا سعادة السيد غازي الرحمة عضو مجلس النواب. سعادة النائب، أهلا بك. أهلا بي شخصي. ما هي أهمية استضافة هذا الاجتماع وأبرز الملفات الذي سوف تناقش هناك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أود أؤكد بداية أهمية الاجتماع لتعزيز أواصر التعاون والتشاور والتفاهم بين المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية. الاجتماع صراحة هو يشكل نقول نقطة انطلاق ضمن مستقبل الاجتماعات الدورية بين المجالس التشريعية، وعبر تلفزيون مملكة البحرين
اسمحوا لي أن أرحب بوفود المجالس التشريعية الخليجية وأن نقول لهم حللتم أهلا ووطئتم سهلا في بلدكم البحرين، وإن شاء الله الاجتماع يكون ذو قيمة حقيقية مضافة للتعاون والتنسيق البرلماني بما يحقق غايات شعوب دول مجلس التعاون في تعزيز أواصر تفاهم متبادل. أهمية الاجتماع طبعا المنعقد راح يكون يحمل برامج حافلة، حيث سيبحث مذكرة اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وأيضا سوف يشمل أيضا مذكرتي الأمانة العامة بشأن الشبكة المعلوماتية الخليجية المشتركة وبشأن مواجهة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية. نعم. وأيضا موضوع القانون الجاستا اللي يعتبر انتهاك صارخ إلى دول مجلس التعاون الخليجية الأطلق من الكونغرس الأمريكي. هذا بالإضافة إلى العرض المقترح من مملكة البحرين بشأن إصدار بيان استنكار العمل الآتم لاستهداف مكة المكرمة، والمقترح أيضا مقدم من دولة الكويت الشقيقة بشأن إعادة النظر في استمرار التعاون مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية التابع للاتحادات البرلمانات العربي. دول مجلس التعاون أختي يعني إحنا نقول لا يمكن أن تفصل عن بعضها بعضا، يعني إحنا كلنا تقاليدنا واحدة، اجتماعاتنا واحدة، وإحنا لو كان في حدود بيننا بالفعل. على الورق، ولكن في النهاية إحنا شعب واحد ومصيرنا واحد بالفعل. خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي الهام اللي موجود على الخارطة سواء كانت الإقليمية أو الدولية. نعم، إذن ملفات مهمة سوف تطرح ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا سعادة السيد غازي الرحمة عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.